يا زفير. انا بنت وانت ولد، فلسفه حتى في حاجه ناقصه في الاثنين. وعند الناس اللي قبلك عقبات ياما، ده مشوار. راح منك يا منظر. هو الفيلم عبارة عن يعني بدايتي من وانا لسه بنت صغيرة، بادئة في رفع اثقال لحد ما بقيت عندي 18-19 سنة. يعني الفيلم بيبين مدار حياتي كلها في الفيلم ذات نفسه، يعني التمرين تعبي يعني وتمريني وجري وحاجات في الشمس. يعني الفيلم بيبين قصة حياتي. يعني والله هو احنا حاليا بنتمرن بابسط الاشياء جدا، بس يعني احنا ما بنتقارنش باللي بيتمرنوا في احسن اماكن وفي احسن، بالعكس احنا بتهيألي احنا بامكانياتنا اللي جوانا احسن بكتير. قول لي ايه حد يقطع يعني ده بالنسبه لي الكادر احسن من كده. هو ما ينفعش تبقى شيء قدامي. انا مش سامع يا حبيبي. مش جنبي. فكرة الفيلم جت من زمان جدا، من وانا في 2003 تقريبا، وقت ما نهلة رمضان خدت بطولة العالم في رياضة رفع الأثقال. أنا وقتها اتأثرت جدا جدا بالموضوع، وإنها بنت بتلعب رفع أثقال في الشارع بتتدرب مع باباها، والفكرة فضلت معايا لحد 2014 لما قابلت كابتن رمضان باباها ومدربها ولقيته لسه بيمرن البنات. حسيت إن أنا عايزة أوثق الرحلة دي. يعني اللي أنت مستمتعة